من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين. Yarışmaya vesile olduğumuz için de kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Jüride görev yapan hocalarımıza da hasreten teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4 yıldır Sudan'da görev yapıyorum. Bu süre içerisinde yüzlerce program gerçekleştirdik. Belki 1000'den fazla program gerçekleştirdik ama bugün çok özel bir programda bir aradayız. Allah Celle Celaluhu'nun ve meleklerin övdüğü Efendimiz'i biz ne kadar övsek azdır. حقيقة الإعلام بتاع المسابقة يعني جاء يعني صدفة يعني في واحد من مواقع التواصل الواحد بس كان يعني رغبته إنه هو يعني يشارك بشيء مع الجمهور يعني الجمهور المحب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا شك إنه هذا الجمهور جمهور تحفه البركة والرحمة. كانت مشاركة جميلة إني لقيت المكان والمساحة اللي أقدر أعبر فيها عن مشاعري في حب الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الكلمات تعجز عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقول أن هذا جزء بسيط من بحر حبنا له صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.